التنوية. في ضوء حق الرد الذي تبناه برنامج حقائق مغيبة للأسماء التي ذكرت، وردنا رد المكتب الإعلامي للدكتور خضير الخزاعي على ما جاء في الحلقة السابقة، نعرض لكم ملخصة. من المؤسف أن السيد باقر جبر سولاغ لم يذكر من الحقيقة ولا جملة واحدة. الذي جرى هو عملية استهداف للدكتور الخزاعي بلا أي دليل. لم يكن عدد المدارس المشار إليها 1000 مدرسة، وإنما 200 مدرسة. لم تكن السلفة 10% أو 20%، وإنما كانت 7%. لم تكن الشركة المنفذة للمدارس إيرانية، وإنما أغلب الشركاء فيها من العراقيين. مقاولة المدارس كانت دولية، أي أكثر من 50 مليون دولار، وليست من صلاحية الوزارة، وإنما من صلاحية مجلس الوزراء. الوزارة حال تسنم الدكتور الخزاعي اتبعت الإجراءات الرسمية بعد تلكؤ الشركة التي نفذت مقاولة المدارس، وتولى المصرف استكمال المقاولة، وأكملت المدارس، وبعضها بلغت نسب الإنجاز فيها 90 أو 95%، والأزمة المالية سبب في عدم استكمالها. لذلك لا داعي للتشهير بمن حفظ الحقوق والتزم بالقانون ونفذ ما عليه من مسؤوليات. المكتب الإعلامي للدكتور خضير الخزاعي. أهلاً وسهلاً بكم أحبتي المشاهدين، وحيكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في الجزء الثاني من برنامج حقائق مغيبة مع الأمين العام لحركة إنجاز السيد باقر جبر الزبيدي. حياك الله، أهلاً وسهلاً بحضرتك. تحدثنا في الجزء الأول عن الكثير من القضايا، والآن وصلنا إلى فترة مهمة جداً في حياتك السياسية، وهي قضية توليك للوزارة في حقبة السيد المالكي. لكن على ما يبدو هذه الفترة لم تكن بالفترة الجيدة، خصوصا بعلاقتك المباشرة مع المالكي. حصلت الكثير من الإرهاصات، وتحديدا عندما طلب مجيئك إلى مجلس النواب وجلب حسابات الختامية. وعلى ما يبدو هذه النقطة كانت هي مفترق الطرق بينك وبين المالكي. شنو اللي حصل وشنو اللي صار؟ أول خلاف صار عندما ألغى اللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية كانت صمام الأمان في إيقاف الفساد، أسست في زمن الدكتور الجعفري بمقترح من الدكتور الشلبي رحمه الله. نعم. وأوقفت الفساد في، ما تقدر تقول لي أكو عقد فساد مر على اللجنة الاقتصادية برئاسة الشلبي بفساد. وأول سنتين من حكومة المالكي اللجنة الاقتصادية استمرت برئاسة السيد برهم صالح، وأنا كنت نائب الرئيس. نعم. وكان ويانا الأخ عبد الباسط التركي ديوان رقابة المالية، وسنان الشبيبي، والشهرستاني، وعدد من الوزراء. شنو سبب الإلغاء؟ هذه شغلها شنو؟ أي عقد يجي أكثر من 10 مليون دولار، نعم، يطب لهاي اللجنة يتدقق، إذا بي فساد أو بي علينا ملاحظات يرفض، يقول الوزير عقدك بي هذا الخلل 1 2 3 4، فيحافظ على المال العام. طيب. فديوم السيد برهان صالح يتذكر قال لي يا بجماعتك. من تقصد بجماعتك؟ هو اشرح لك. أيه. انا استفزني من قال لي هالشكل. جماعتك يريد يلغون اللجنة الاقتصادية باعتباره هو نائب رئيس وزراء، فاول ما يبلغ. نعم. قلت له من هم جماعتي؟ اللجنة الوزارة بها انا وزير مالية، ورياض غريب كان قبل أن ينقل البندقية من الكتف الأيمن إلى الكتف الأيسر ويصير بدولة القانون، وكان الدكتور أكرم الحكيم. نعم. وزير الزراعة ووزير المصالحة الوطنية، هذول احنا 3 وزراء بالمجلس الأعلى. قال لي لا، مو أقصد يعني الأخ بحزب الدعوة، يعني الأخ المالكي. قال لي، فرحت أنا حكيت ويا المالكي، قلت له شنو، ليش تلغي؟ لا، الفساد ترى ينتشر، سينتشر الفساد.
قال لي اخويا هاي اللي شو اسمه الجماعه ما دا يخلوها تمشي ودا يتاخر الاعمار وال يعني بهاي الحجه التي يا ريت لو تحققها ما يخالف، يعني اقول ما يخالف احنا كنا مشتبهين، لا الاعمار صار والفساد انتشر. شو كان الغرض من هذه الخطوه؟ الغرض انه تطلق يد الوزراء بالعقود ونشوف الفضايح والفساد الذي انتشر وعم اغلب مؤسسات يعني الدولة. هذا الفساد المنتشر بهذه الطريقه كان بسبب الغاء اللجنه الاقتصاديه؟ طبعا بلا شك هذه هي النقطه التي تفرق بين فتره وفتره، وكان الفضل للدكتور الشلبي في انشاء هذه اللجنه، وهي اللجنه كانت يعني فيها ديوان رقابه، يكفي فيها ديوان الرقابه الماليه. نعم. هو يدقق، ياخذ العقد يدقق، انا ادقق، برهم يدقق. طيب. افرض الشهرستاني يدقق. زين. ففعلا صوتوا على الالغاء لان اغلب الجماعه القاعدين كل صوت صاروا دوله قانون بعد، هم بدا المالكي من بعد 2008 صار إلى يعني وجود وعنده مش اسمه، وهناك من يعني على كل حال مع الأسف يعني كمل. لا 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 أكون أحكي على ناسي وأهلي. أي بس ما أريد أحكي يعني. ذكرت قبل قليل حادثة السيد رياض غريب، انتقل من المجلس الأعلى أو نقل البندقية من الكتف الأيمن إلى الأيسر، شنو كان السبب؟ السبب هو قدرة المالكي على استيعاب الوزراء وعلى التأثير على الشارع، طبعا بالكلام مو بالواقع، وأثر بحيث ايش تقصد بالكلام مو بالواقع؟ يعني مثلا افرض شلون انتخبوا 700,000 اي بس واحد يقول لي تزوير، واحد يقول شلون اهل غرقهم اهل المنطقة الغربية اللي ابو غريب تقصد ابو غريب غرقهم ايه؟ وانتخبوا 90% حسب ما يقول لي احد المفوضين. اي زين شلون منين جت هذه؟ زين أنا بالنسبة إلي وجدنا صناديق محطمة على نهر وأوراق باسم انتخاب باقر الزبيدي وأوراق موجودة عندي، قدمت شكوى ولا واحد سمع. فقصدي يعني أكو صار عمل من هذا النوع، فسبعمائة ألف صوت جاب يعني دليل على أنه قدر يأثر على الناس، بس بعدين جاب 100,000 وناس تقول 30,000 وسووها 70,000 أشكال الناس تحكي يعني. بعدها استمرت العلاقة متذبذبة مع المالكي لو شنو اللي صار؟ لا هو وراها هذه أكو عقد انطرح في مجلس الوزراء. نعم. بدون لا تذكر التفاصيل لأن العقد ما مر، وقفت بوجة. زين. عقد حدود يعني بالكهرباء، وأنا كنت أستغرب أنه الكهرباء مو يديرها وزير النفط. فسألت وزير الكهرباء بوقتها كريم وحيد ذكر في عمان شفته. نعم. قلت له هذا العقد أنت موقعه؟ قال أنا ما موقع ولا راح أوقع. رجعت لقيت موقع من قبل رئيس الوزراء. شنو السبب؟ بالأحمر عندي موجود. وزير الكهرباء ما يوقع ورئيس الوزراء يوقع. يقول أنا ما وقعت وما راح أرجع. فعلا ناقشناه بمجلس الوزراء ولم يحضر وزير الكهرباء، حضر رعد الحارس وكيل وزراء. نعم كان وكيل. وهو اللي كان يرد على الوزراء. فمن رد علي انا ما يقدر يرد علي لان سبق ان طردته من اللجنه الاقتصاديه، يتذكر هو. قلت له قم اطلع برا، قم هذا عقد بفساد، شيله واخذ ورجع للوزاره. زين. ويسمعوني اللجنه الاقتصاديه. المهم ف رعد الحارس من وصلت الي ما قدر يردني، قلت اولا ثانيا ثالثا رابعا وهاي خامسا بيني وبين الاخ المالكي نسوي جلسه خاصه وما اقدر احكيها امام الساده الوزراء، ارجو ان يرفع هذا العقد لان به فساد زين يصل الى 400 الى 500 مليون دولار. 400 مليون دولار؟ ان شاء الله لف انضم الملف. اي ثم اتصل بي الاخ المالكي وقال ها اخويا شو كنت تجي؟ اي اخويا انا دا اشتغل بريد هسه، طلعت من مجلس الوزراء عندي تغديت ودا اشتغل بريد. زين. يعني بريد الماليه مهلك. نعم. مهلك. جنط مال ملابس، اربع خمس جنط تطبع عليك ونقعد انا والمستشار نفسخ، تدري بعد فلوس العالم ومسؤوليه يعني. زين. اي غلطه تسوي لك. شنو كانت الغايه من هذا الاتصال؟ يعني اريدك تجي حتى تناقش هذا العقد؟ اي هذا انت مو قلت اريد احكي ويا رئيس الوزراء شنو عندك؟ اي. قال لي هذا الملف وراه فلان ترى مو اني. منو الفلان؟ بدون ذكر وزير اليوم خلصت عليه رئيس وزراء سابق اياد علاوي. هو جاب اسمه اياد علاوي. اي قال لي هذا مسؤول عنه. قلت له لا حبيبي لا
ما حزرت، انا اعرف من طقطق السلام عليكم، انا جايك ورا صلاه المغرب والعشاء. قال لا هوايه، قلت له والله ما اجيك الا قبل الا صلاه المغرب والعشاء. زين هيك وزير ماكو هيك فيلم يعني بالحكومه بوقتها. آه. ياشر هالشكل كلها تقوم بهالطريقه هاي. نعم، عامر عبد الجبار كان من الوزراء الجيدين، كان يقف معي ببعض الاحيان قبلي في هواي من الامور. بقيه الوزراء ها؟ بقيه الوزراء مو كلهم يعني. دكتور آه. اكرم الحكيم محترم نفسه وجيد، وكان نعم. الرجل محافظ على نزاهته. حتى رياض غريب من انزه الوزراء، يعني احنا عندنا وزراء ممتازين جدا. وزير التخطيط ابو عبد الله، نعم. الله يحفظه، علي بابان، نعم، يعني كم وزير انا اذكرهم يعني. طيب الاخ شيروان الوائلي من الوزراء الجيدين، وكان مواقفهم جيده يعني. زين. لازم اذكرهم حتى اقول. على كل حال زين، وصارت صليت المغرب وشرحت. طيب. قعدنا انا والاخ المالكي، قلت له اخي المالكي مساني وياه. اي هذا العقد 1 2 3 4. قال هاي حكيتي بجزء. قلت له الرابعه الجو المحيط بيك متورط في هذا العقد. اها تقصد الحاشيه؟ اي فلان راح الى لبنان، فلان راح الى سوريا، فلان راح فلان مكان، فلان اتصل فلان مكان، حصه فلان هالقد. قال نسد الملف. قلت له انسد. قال مو تطلع تحكي بالتلفزيون. قلت له اذا احكي احكي عموميات، ما احكي تفاصيل، ولذلك الان بدي احكي عموميات يعني تفاصيل، لانه العقد ما مشي. نعم. فبعد ما في مسؤوليه يعني المالكي. طيب. بيتحمل ولا غير المالكي زي. يتحمل. شوي راح ارجع الى فتره سابقه عن هذا الموضوع. اتهمت في وقت سابق جبهة التوافق وذكرت نص العبارة ثلاثة أرباعهم إرهابيين، واتهمتهم بأنهم قاموا بإرسال سيارات مفخة لاغتيالك، سواء عندما كنت وزير للداخلية وتحديدا عندما كنت وزير للمالية. من هذه القيادات؟ يعني قسم توفوا. أي مثلا أفرض عدنان الدليل. أي أمريكان مو أني، أني أخو تفاصيل. زين. أبوات ناسي فمو واجد. طيب. في محيط بيته وجدوا الأمريكان وبلغوني. زين. أن سيارة مفخخة كاملة جاهزة محطوطة ببيته. أي وسحبوها وكل شيء مسؤولة. زين. خب حارث الضاري توفى، ما يصير نحكي عليه بعد. زين. بين يعني ومن القيادات هو كان عالن جهارا نهارا، هو وابنه هو يدعمون الإرهاب ويدعمون بين قوسين. من القيادات السياسية اللي ما زالت مواكبة العملية السياسية؟ لا سياسيين، إذا معارضة سياسية أنا أحترمها. واحد يعارضك سياسي لا، من المعارضين اللي حاولوا اغتيالك من خلال إرسال السيارة. من القيادات السياسية اليوم الموجودة اللي عارضتك وأرسلت سيارات مفخخة؟ لا، أنت تودين القضاء وجيبوا قالوا انت اليوم هواي دبلوماسي. حيل يا ابوي معروفه والله، الناس مفتحه باللبن، شعب بس هذا تاريخ، هذا ارشيف، ليش بتريد تحسب هذا شعبك طلع للشارع هذا مفتح باللبن تخاف عليه؟ ما تخاف عليه. زين. رغم انه علاقتك كانت جيده، سيارتي ثلاث سيارات مفخخه بالماليه علي، ليش؟ ليش هاي انا قلت الداخليه، والله الداخليه اوجعتهم. زين. ليش اوجعتهم؟ لكنه المالي انا شو مسوي لكم؟ بدي اطفي ديونكم ولكم. صدام داين 140 مليار دولار، انا طفيت 90 مليار دولار منها. أيه. ليل نهار وانا مريض، الله شاهد ويعلم. هذا اسال مام جلال. لو غير عندك سؤال علي خاص. الله يرحمه، عندي سؤال. احكيها. احكيها. قال اكبر مجدي للشعب العراقي. اكبر مجدي قال. أيه. وكتبها اكبر شحاذ في الراي العام الكويتي. كويتية. قلت له اريد منك 3 ساعات تتاخر، انا تفاوضت وانا مريض. قال أيه. ادري. واخذ البنادول وطبيب منعني الصيني ان انا اخذ. كنت اخذت فيروس. طيب. لقفت الفيروس قبل ما يجينا من الصين، انا هناك لقفتي بس بالمعده. زين. فهوايه تاذيت يعني واقعا. بس نائب رئيس وزراء اجى. اي. وبدنا نتفاوض وبالقوه، يلا رحت يم هو جنتاو الرئيس. نعم. الصيني السابق، ومام جلال الرجل المتفضل قال له عنده ديون وبس الصين باقيه وروسيا. ايه. 14 مليار ب 8 مليارات ونص دولار. فقال لي انا راح ادز نائب رئيس وزراء. فعلا اجى كملنا التفاوض. جيد. بقى بس في وقعه هو جنتاو.
فمام جلال قال عندنا طيارة نروح لفلان مدينة. قلت له والله أنت ما طلعت ويانا للسياحة، ما طلعت ويانا رحنا فلان مكان السور العظيم. قلت له أنا أروح، أنا رجل أعمال رايح عندني مفترين كلين، شو تريد هسه؟ تبقى تطيني ساعتين. خلصت الساعتين دز عليه قال كاكا. قلت له شو أسوي؟ هي طبت يوم رئيس الصين كلها، يعني نص العالم. أنا شو أقدر أسوي؟ السفير الصيني قاعد يمي كل ساعة أقول له، يخاور مدير المكتب يقول له بعد ما طلعت. والله نص ساعة وطلعت، صعدت له قلت له يابا طلعت بس أوقع. قال هاي عطلتنا 3 ساعات مدري شنو. تم إطفاء 8 مليار دولار. وقعت من وقعت صعدنا فوق. فهو استقبلني واستقبل، عرفته قلت له السيد دولة نائب رئيس الوزراء الصيني وزير المالية عافه تشلب بيه منا واستي منا. قال أنت أكبر مجدي للشعب العراقي. طيب أنا كنت زعلان الآن راضي. زين رغم علاقتك كانت جيدة بالعبادي وكنت وزير نقل، لكن رفضت أن يتولى العبادي ولاية ثانية، والعبادي زعل عليك بسبب منشور معين. تتذكر شنو كان المنشور؟ المنشور أي على ما أتذكر أي وخابرني في ساعة متأخرة من اليوم أي أنا ذكرت به عديد القوات الأمريكية في العراق. الأمريكية في العراق أي قلت يمكن 7000. نعم بلغني أنا يبلغني أصدقائي زين. ضباط أصدقائي زين. قادة يعني وأنا وزير داخلية طيب. ورجل في صلب العملية السياسية أي. فهو خابرني قال هذا مو صحيح. قلت له أنا وزير نقل وما أدري إيش قلت، فأنا أكتب حتى تقول لي إيش قلت. قال لا هذا الموضوع ما يناقش. قلت له شنو ما يناقش؟ ليش ما يناقش؟ امسح المشروع أرجوك أنت تمسح المنشور. قلت له أنا ما أمسح، أنا لا أكتب شيء وأمسحه. بس أنا راح أكتب جوه أنه اتصل أحد كبار القادة الأمنيين باعتبار قائد عام القوات المسلحة نعم. وقال أن هذا العدد مو صحيح مبالغ فيه. بس أنا لازلت أصر أن هاي المعلومة عندي، فأتمنى يطلع توضيح من الحكومة. ما طلع توضيح؟ ما صدر؟ لا ما يصدر توضيح. زي أنت المالكي من جدد المالكي هو إعادة انتشار، فعندما المالكي طببوهم بقرار الأمم المتحدة أنه حتى ورا ما فلتوا الجماعة الموجود في 14/6/2014 في 10/6 فراحت الموصل وراحت 5 محافظات فد مرة وصلوا على أسوار بغداد. إنساني قلتها قبل نعم. سنتين نعم. سيكون القتال على أسوار بغداد. ما حد يعني أهلي وخابرني أحد كبار. هل كانت معلومات أمنية لو نظرة استشراف المستقبل؟ لا معلومات أمنية مو تدري يعني هواي ناس طبوا سوريا وطلعوا ولبنان وطلعوا والكويت العلاقات أنا باقي علاقاتي زين. فأتصل وتواصل وأخذ معلومات طيب. فعرفت أنه أكو حملة قادمة على العراق أكو تهيئة. أنت طرقت إلى نقطة في غاية الأهمية، من الذي أدخل الأمريكان مرة أخرى للعراق؟ البعض يقول إنه الأمريكان دخلوا في حكومة العبادي كان الغرض تحرير. قبل حكومة العبادي من كان الأخ المالكي مستمر إلى أن استمر إلى يمكن 14/9 أو 15/9 تقريبا نعم. يلا سلمنا إحنا استلمت أنا كوزير نقل في وقتها. فبالنتيجة هاي الثلاثة أربعة أشهر ما كانت بحكومة العبادي هذا الأمر، يعني ما كان بحكومة العبادي. لا قبل حكومة العبادي صار قرار أنه نستعين بقوة تحالف وهذا اللافتة اللي يشيلوها التحالف ايه؟ بس هي الحقيقة قوات أمريكية يعني قوات تحالف تدزلها طيارة تدزلها مدفعية تدزلها فتشي. أما المقاتل الحقيقي الميداني هو المقاتل الأمريكي دي زين. أو المرتزقة اللي يجيبوهم. طيب أرجع لقضية العبادي، ليش عارضت تولي العبادي ولاية ثانية؟ لا يعني ما عارضت عارضت كان عندك تحفظ. لا المالكي عندي ايه؟ بالولاية الثالثة كنت أيه متحفظ يعني. هذا أيضا كان عندك تحفظ. أي تحفظ قوي. لا تحفظ قوي بل عملت أيه. فسألت الأخوة في المجلس الأعلى قالوا أيه يا أبا أنت تروح تمثل، لأن يعني حضر شيرستاني وحضر العبادي وحضر الفضيلة وحضروا التيار الصدري هاي بال 2010 أتذكر الأسدي أي 2014 في الولاية الثالثة. في الولاية الثالثة وكان جعفري رئيس التحالف وترأس الاجتماع أي. فعلى أساس نختار بديل للمالكي زين. ليش يتم اختيار البديل المالكي؟ لأن دولة القانون كانت جايبة 90 نعم والمالكي جاي 700,000 صوت مدري 750,000 صوت نعم.
وبالنتيجه فلازم يبقى تبقى عند حزب الدعوه. سمعت من احد العلماء يقول لي منو؟ قال لي السبب انه لا يمكن الان مغادره الدوله العميقه لحزب الدعوه بدوره واحده، لازم نجيب واحد جديد اسهل من المالكي حتى نقدر بعدين. من احد العلماء لو احد المراجع؟ احد العلماء، انا ما قلت المراجع، لا تدخل المراجع بالقضايا السياسيه. انا اسالك هسه سؤال. اي ستسالني وانا اجاوبك واضح كلامي انا. طيب. يلا طلعت انا تحركت. زين. فرحت تحركنا ورتبنا الامور ووقعنا. ايش تقصد رتبت الامور؟ ها؟ ايش تقصد رتبت الامور؟ لا رحنا قعدنا اجتمعنا. اي. وقعنا ورقه موجوده منشوره بالفيسبوك كل مكان. اي. انه هاي الاحزاب كتله المواطن. نعم. فلان. الاسدي. تيار الصدري. تيار الصدري. الشهرستاني مستقلون. نعم. الجعفري شو اسمها؟ على ماذا تم الاتفاق؟ اتفاق على انه احنا نرشح العبادي. آه. العبادي قلنا له روح جيب لنا نص دولة القانون او على الاقل نص حزب الدعوة. زين. يأيدك. طيب. يلا احنا نقبل. فراح جاب ورقة. ايه. وجت الورقة والمالك يدري بهاي الورقة. ايه. جاب الورقة. من ابرز القيادات اللي كانت موجودة في هذه الورقة؟ يعني موقعين هم 39 واحد 38 واحد ما ادري. زين. من دولة القانون المرشحين يعني. ليش اختاريتوا العبادي تحديدا؟ مو احنا، هم اختاروه. ها. اي هو الحزب اختاره. طبعا الحزب لازم يشوفه. وش كان رئيس المكتب السياسي؟ اي. هم من كانوا يديرون الدولة؟ العبادي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، واهم منصب في مجلس النواب هو رئيس اللجنة المالية اللي يقدر هو ورئيس الوزراء يصفقون، ايد واحدة ما تصفق. ها. لا تشرح، لا تدخلني بمداخل. فكان العبادي اي يرفع هذا يكبس، هذا يكبس هذا يرفع، لان هذا رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوه وقيادي، وهذا امين عام حزب الدعوه. فاثنينهم ما شاء الله كانوا يشتغلون، فماكو شاره، هم اختاروه. هم اختاروه، واعتقد المالكي ما كان منزعج من الاختيار. ما كان منزعج؟ اعتقد، يعني مضطر اخاك لا بطل. اها. زين، انا راح ارجع لهذا الموضوع، لكن دائما في حديثك في كل المرات السابقة اللي أنا شخصيا التقيت بك كنت تحتز بانتمائك للمجلس الأعلى وتدافع عن المجلس الأعلى. طيب ولا زلت أدافع عن المجلس الأعلى. ما الذي حدا ما بدأ؟ أي مجلس أعلى؟ المجلس الأعلى بزعامة شهيد المحراب. أنت مع استشهاد شهيد المحراب وأنت واحد من قيادات المجلس الأعلى. صحيح. لماذا فيما بعد انشققت من المجلس الأعلى؟ أو بمعنى أدق تركت المجلس الأعلى؟ مو انشقاق، أنا تركت المجلس الأعلى. ليش؟ سواء كان الجديد أو من كان ويا سيد عمار. أنا تركت منذ بالضبط العمل السياسي المجلسي منذ 2016 أو نهاية 2015. زين، أنتم ليش تعارضون وجود جيل شبابي؟ يعني ليش هذا الاستئثار بالسلطة؟ شو حركة إنجاز شنو كلها شباب؟ بس بزعامتك. ها؟ بزعامتك؟ لا ما أنا ما رأيت ولا راح. من يقول لك أرشح؟ أي. بس هم الشباب يقولون إذا ما ترشح، إذا ما يصير عندنا فدراية ما نقدر نمشي. طيب زين، خرجتوا أنتم مجموعة من القيادات الكبار وبقيتوا بالمجلس الأعلى، شنو اللي؟ لا ما هواي طولت يعني. شنو السبب؟ ليش تركت المجلس الأعلى؟ السبب المجلس الأعلى في زمن شهيد المحراب رضوان الله عليه شيء، وبعد شهيد المحراب شيء آخر. فأنا شلون عندي يعني؟ من ذاك الوقت بعد استشهاد السيد رضوان الله عليه بدأت تتشكل عندي جملة ملاحظات على أداء المجلس الأعلى. لكن أنت كنت واحد من القيادات البارزة يعني أنا يعني، وكنت مرشح المجلس الأعلى في كل الحكومات التي تعاقبت ما بعد عام 2004. أنت كنت مرشحهم. أديت دوري على أحسن وجه وضميري مرتاح، أخلي رأسي على المخدة وأنا مرتاح الحمد لله والشكر. ما كان أكو حديث مباشر سواء مع السيد عبد العزيز أو السيد عمار لإصلاح هذا الخطأ الموجود في بنيوية المجلس الأعلى؟ في زمن سيد عبد العزيز ما كان أكو خطأ، إنما كان المرض الذي ألم به رضوان الله عليه هو اللي بدأت الأمور شوية تخف. وبدأ يصعد السيد عمار طبعا برعايته، هو برعاية عزيز العراق رضوان الله عليه، إنه كان يرى يعني هو هالشكل يعني. يعني قضية انتخاب السيد عمار الحكيم أمين عام للمجلس الأعلى ما كانت برغبتكم؟ الرسالة التي قرأت، كنا واقفين أنا والدكتور جعفري أمام السفارة العراقية، والجنازة كانت مسجات، وألقى كلمة أحد
كبار المسؤولين الإيرانيين وألقيت كلمة يعني عدد من القادة، كلها تشير باتجاه أنه يستمر العائلة في الحكم. أنا صار عندي ملاحظة، إحنا لو عدنا عمل سياسي لو عدنا عمل عائلي، يعني عزيز العراق مجاهد تاريخه ناصع، يعني ما كان مبلغ، لم يشتغل مبلغ سيد عبد العزيز الحكيم. سيد عمار لم يدخل السياسة أبدا، يعني لم يدخل السياسة، أنا كعلمي يعني جريري يجوز يدري بالباطن ما أعرف يعني، لكنه كان مهتم بالتبليغ، مؤسسة التبليغ الإسلامي اللي بالنجف كان يتابعها، وبدأوا من تمرض سيد عبد العزيز قام يجيبوه يحضر اجتماعات يمنه يعني. زين، إذا لماذا أجمعت قيادات المجلس الأعلى في حين على انتخاب السيد عمار؟ لا مو اجت الفتوى، يعني اجت الوصية، وصية عزيز العراق هكذا. طيب خلينا نذهب إلى فاصل ومن ثم أعود أحبة المشاهدين فاصل ونعود، رجوعا تبقوا معنا. تتعدد المواقف وتختلف الآراء، تظهر انقسامات عدة، ويحتدم صراع الإرادات. ويبقى خيار الموت والحياة قائمة، نجمع تفاصيل المشهد ونرسمه بحياد. المحايد مع سعدون ضمد يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى، أعود لحضرتك. رفضت المشاركة رفضا قاطعا في حكومة السيد عادل عبد المهدي، وكانت لديك تحفظ على وصول السيد عادل عبد المهدي إلى كرسي الرئاسة، شنو سبب هذا التحفظ وشنو سبب الامتناع عن المشاركة في حكومة السيد عبد المهدي؟ والله أنا يعني الأخ السيد برهم صالح مشكور أن تصل وقال لازم تجي ولازم تشوف. نعم، قلت له أرجوك صديق أنت عزيز ورجل صديق للعائلة يعني، وأنا هم صديق للعائلة يعني، علاقاتنا قوية يعني، اشتغلنا سوية في الدولة واشتغلنا سوية في المعارضة. نعم، فقلت له اتركوني أنت والأخ عادل، أنا ما أعتقد أنكم يعني العملية مو سهلة يعني. شنو السبب؟ ما تروح ما تمر بسهلة، لأن يعني برهم صالح إجا عن طريق مخاض صعب جدا كرديا، تعرف أنت تعرف. نعم، الحزب الرئيسي بل حتى حزب الاتحاد هم ما كانوا كلهم مقابلين يعني. والقضية حكمت في بغداد في مجلس النواب. أي مهم. بعدين الأخ عادل قبل
يعلن سوى اتصال وقال ضروري نشاوف هذه. قلت له ان شاء الله خير يصير خير، انا ما رحت بعد لا شاوفت ولا استمريت، لان انا كنت اعرف تدري رئاسه الوزراء اعرف قابليات كل يعني قياديين، هو يعرفني وانا اعرفه، يعرف قابليات كل واحد. نعم. انا اعرف قابليات السيد عادل عبد المهدي في القياده صعبه، صعبه علاقته مع الاكراد اللي هي رايحه اكثر من اللازم هم. شنو السبب؟ هذا يسأل عنه هو مو أنا. لا أنا أسألك بصفتك واحد من القيادات القريبة. مو شغلي هذا، هو يعته هو كان علاقته مع الأكراد منذ كان أنه في 75 يعني هو شارك حتى في كتابة صياغة على ما أذكر يعني. نعم. النظام الداخلي يعني كان هو تدري عنده قدرة تنظيرية جيد عادل بالتنظير ما حد يلحقه. أي. كتب لهم بعض المواد. لكن بالتطبيق. لا هاي بالتطبيق أنت تقول مو أنا أقول. انا اسالك بالتطبيق شنو رايك؟ على كل حال قلت لك اليوم هاي دبلوماسي. لا لا مو قضيه دبلوماسي، يعني اللي صار انه علاقات سيد عادل عبد المهدي مع الاكراد على حساب القضيه الرئيسيه، على حساب بغداد، على حساب الجنوب، لها سبب معين طبعا بلا شك، يعني اثرت عليه، يعني هو وملزم ما اعرف ما هو السر لحد الآن، ما تعرف شنو هذا السر. كلنا أصدقاء، يعني مالكي وقع مع الأكراد اتفاق. أي. المالكي شخصي يعني بين حزب الدعوة وبين الديمقراطي، وأنا حاكي عنها سابقا. نعم. الآخرين أنا عندي علاقات جيدة مع القيادات الكردية. طيب. الإسلاميين كلهم بدون استثناء، السنة بدون استثناء. بس لا تكون هذه العلاقات على حساب مصالح الشعب العراقي، لابد لها سبب. والله يسأل يعني زين السبب حتى يزول العجب. اسال السيد عادل عبد المهدي، مو انا اجاوب بالنيابه عنه، هو عنده نظريته في التعامل السياسي. طيب السبب الشخصيه والكاريزما كان عندك تحفظ على تولي عادل عبد المهدي رئاسه الحكم؟ لا لا الاداء يعني تدري انا جيت وشفت يعني اداءه في وزاره الماليه، اداء العملي هو شويه خلينا نقول كومبرومايز، يحاول يراوسها يعني. اي يعني يسوي فد زين فد حل، يعني ما يريد يسوي مشاكل، مو صدامي. زين الاطراف اللي اختارت السيد عادل عبد المهدي ما كانت تدرك هذا الامر؟ والله لو كان القضيه مقصوده والله يسالون الايرانيين. بس انا ما بدي اسال المره دي الاخوه الايرانيين يعني اللي هم دخلوا بالتفاوض. اي ويسالون الاكبر كتلتين هي الفتح وسائرون اللي صوتوا له يعني. وكان القرار الاتيان بعادل عبد المهدي برغبة الفتح وسائرون والإيرانيين برغبة خالصة لفتح وسائرون أم فرض على فتح وسائرون؟ منو فرض؟ هو أنا أسألك هل هو فرض؟ لا هم باوعوا بالساحة فتشوا واجتمعوا ويا ثنائيا. ايه وش تنطيني منطيك يمي هذا الشغل ما يشتغل. ها يعني لا أنطي ولا أخذ. زين ما يصرف لهم يعني هذا أول ما يخلون علي إكس. طيب يروحون يشوفون منو اللي يأخذ وينطي. إيه مستعد يعني يتفاهم تخلي لفلان منصب فلان منصب. هذا بناء الدولة العميقة أصبح عقدة لدى كثير. أخطأ السيد عادل عبد المهدي بالقبول بهذا المنصب؟ إيه وكان واضح عندي أنا قلت الأصدقاء اللي يسمعوني. زين عادل عبد المهدي ورط في حجم عمل أكبر من حجمه وفي ظل كتل سياسية وهو ما عنده ولا نائب شلون راح يقدر يشتغل؟ أي. صعب. الخصومة السياسية بين بعض الأطراف السياسية بغض النظر سواء كانت سنية شيعية كردية ممكن أن تؤدي إلى فتح هذه الملفات لغرض الإطاحة بعض الزعامات؟ لا هي مو لغرض الإطاحة، أنا أتمنى فتح الملفات لإعادة أموال الشعب العراقي للشعب العراقي. لا يصير أنه أسقط هذا وأنهي هذا وأنهي هذا الباك. زين تعال رجع فلساتنا أخي. طيب. أنت اللي وداهن لبنان راحن. أي وين هسه من يعطيك فلس أحمر؟ أي قلت له الواحد منهم قلت له قل له الفلان. أي. الحمد لله بس خطية الشعب راحت فلوسه. أي. طيب كثير من القيادات السياسية غير واضحة المعالم في قضية التعاطي والتعامل مع ملفات كبيرة وخصوصا الملفات التي شكلت حرج للحكومات السابقة. على رأس هذه الملفات هو طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل غير واضحة المعالم،
خصوصا أنتم عندما كنتم في المجلس الأعلى وصفتم على أنكم أنتم من أعطيتم الكرد كل ما يريدون بسبب قضايا سابقة. شنو طبيعة هذا الأمر؟ أشوف هذا موضوع الاتفاق بين كل أطراف المعارضة العراقية في مؤتمر صلاح الدين 92 حتى الدعوة كانوا حاضرين، جعفري كان حاضر، وفي مؤتمر لندن 2002 الأكراد كان مطلبهم الإقليم، المجلس كان معارض، المجلس وافق كبقية الذين حضروا بالإجماع. طيب وشوف القائمة مال مؤتمر لندن زين أنه يصير بالدستور أقاليم، والآن البصرة تقدر تسوي إقليم، العمارة والبصرة تتفق والناصرية تسوي إقليم، بس ما أدري ليش ما يسوون، يعني راح توافق القيادات السياسية؟ لا مو بكيفها، الشارع إذا أراد، الشارع العراقي إذا اقتنع يسوي بإخلاص، ليش يظل يحكي إحنا بقرة حلوب وبقرة حلوب؟ لا لا تصير بقرة حلوب، أنت حالك حال الإقليم، ليش ما سويت أنتم كنتوا قيادات محافظات ويا واسط خلاص أنت النفط العراقي كله بيدك. أنتم قيادات سياسية كنتم موثين على هذا المحافظات، هذا مو شغل القيادات، هذا شغل الشارع، الشعب من ينتخب سين أي كون يعرف هذا السين يقول والشعب كان ينتخبكم. لا لا شو لا لا أنت في الانتخابات اللي سبقت الانتخابات السابقة أنا جاي 68 ألف صوت أي أكو ناس جابوا 750 ألف صوت، هو اللي صار عنده 90 نائب أي كل النواب اللي جبناهم إحنا 33 32 زين. على كل حال فقصدي هذا الشارع إذا ما يرجع طيب. إلى ثقافته الانتخابية ويفهم يشوف هذا إيش راح يسوي ويعرف يكون يسوي مو يوعده يقول له أنا أسوي هالشكل ويضرع بالجنة زين. لا يكون فعلا على الميدان يعرف هذا الرجل قادر على أن يسوي شيء طيب. لي ينتخب واحد فاشل لي ينتخب واحد فاشل ما يصير هالشكل بس تقول زورة وأقول لك إيه نعم زورة انتخابات الأخيرة حرقوا الصناديق وكسروا الصناديق سميتها بالكارثة ها؟ سميتها بالكارثة كارثة زين خلنا نرجع على قضية التعامل مع عار على كل من زين. حصل أصوات بالتزوير خلنا نرجع على كردستان ما أدري ليش أحسك محرج بالحديث بهذا الموضوع لا ما محرج أنا أولا من الأعطاء 17% إلى كحصة الموازنة إلى كردستان ولماذا هذا التعامل بحرج وخجولة مع أنا جيت كوزير مالية جيت لقيت يعني سمعت شهادة أحد الحاضرين أي وهو مستشار في وزارة المالية قال أنا كنت حاضر والاجتماع جاء بتوجيه من دولة رئيس الوزراء أياد علاوي نعم الأكراد رائدين 25% مو 17 والسيد برهم صالح كان نائب رئيس وزراء كان السيد عادل عبد المهدي وزير المالية وكان حاضر هو المستشار هذا زين أقول لك إياه فظل برهم يصر على 25 حسب ما ينقل يعني أنا ناقل كناقل يعني ناقل الكفر ليس بكافر زين وبعدين حسمت بحضور هؤلاء ب 17% وراحت الى مجلس الوزراء كل من كان بمجلس الوزراء على شنو على اي اساس حكمت يعني شنو الطريقه اللي تم اعتمادها انه نسبتهم هم من عدد السكان هالشكل يابا ماكو احصاء اي قالوا هاي احنا تقديراتنا هالقد تقديرات الامم المتحده كانت 12 وكسر بالمئة اي هو 12 اي يعني كانت مجامله سياسيه صح مجاملة أكثر من مجاملة ليش أغلب رؤساء الوزراء والقيادات السياسية حتى قادة الكتل يتعاملون بطريقة مختلفة يعني مع أربيل ومع السيد البرزاني على وجه الخصوص وجه السؤال لهم هسه أنا أسألك أنت رفيقهم أنا بالنسبة لي وأنت كنت جزء من هذا المنظومة بالأمس القريب أرجع أنت جزء. إلى منشوراتي حول الاستفتاء أي. أزعجت القيادات الكرد زين ارجع الى مقابلتي بالار ار تي قبل استعاده كركوك انا قلت نعم. روح جيب ورجعوا كركوك اول واحد انا قلت زين ادعي واثبت ذلك بالتاريخ طيب. وبالصوره وبالصوت فانا كنت بشكل واضح اضع النقاط على الحروف نعم. هذا مو معناته انا ضد الشعب الكردي الشعب الكردي شعبنا كما الازيديه كما الصابئه كما التركمان آخرين ندافع عنهم لأنهم ظلموا كشعب يعني نعم. والآن مظلومين هم كشعب حتى من قياداتهم لذلك أسجل ملاحظاتي أينما كنت كشخص أنا ولذلك كان بعض الأخوة ينزعجون مني حتى داخل التنظيم
ولذلك أنا حر. زين هسه أنا ما أتحدث عن حضرتك، أتحدث عن القيادات في بغداد. تسألهم شنو السبب؟ القيادات كلهم شنو السر أنتم توقعون؟ أنت كنت وزير في أربع وزارات. يعني أنا استغربت من عثرت على وثيقة ونشرها على أحد المواقع، وأنا سبق أن تكلمت عليها، أن يوقعها الأمين العام لحزب الدعوة الأخ المالكي مع الأخ السيد مسعود البرزاني كأمين عام للحزب في عام 2010 تقصد؟ 2010 هي هاي سبقت الانتخابات وسبقت للولاية الثانية للأكراد زين وقصدي للمالك. طيب فبالنتيجة وقعوا اتفاق، شوف الاتفاق مشهور منشور للفقرات الثمانية. أنت سميتها بتقسيم العراق بين الشخصيتين. أي تقسيم العراق بين مو شخصين، بين حزبين خلينا نقول. يعني أمين عام بأمين عام. ها كان مقابل الحصول على الولاية الثانية؟ أعتقد. أحدهم قال لزقناها بالتفال. الولاية الثانية. حكومة لزقناها بالتفال. قلت له مبروك عليك. زين. كان قرار الولاية الثانية قرار شيعي لو كان قرار بعض الأطراف والأقطاب الشيعية؟ في الائتلاف الوطني دولي إقليمي، دولي إقليمي كردي بعدين شيعي، مو شيعي مو كلهم يعني صدريين ظلوا معارضين إلى فترة يعني مو قليلة. أنتم كان عندكم تحفظ؟ بس إحنا لا لم نشارك، مو تحفظ عندنا، كلا كلا كلا. واحد يحكي الصعب كل قيادات المجلس الأعلى، لأنه هي الكارثة التي حلت بالعراق، وأنا أحكي كوزير مالية كرئيس كتلة المواطن النيابية. نعم. يعني أربع سنوات راقبت أداء الحكومة الثانية للأخ المالكي كارثة الكوارث، ولا تستثني وزارة واحدة. كل من ماخذ راحته على حل شعره. ليش؟ شنو السبب؟ واحد يشوف الثاني، هذا يبوق هذا يبوق، ذاك يبوق هذا يبوق، هذا يبوق هذا يبوق. جلسات البرلمانية هم يتم انتقائها، ما يطلعوها كلها بعض الأحيان. فأخابر يقولون والله التوجيه يجي من الرئاسة، بيد الرئاسة. أنه هذا الموضوع. سبب كل هذه المشاكل كانت الولاية الثانية؟ الولاية الثانية كانت كارثة على العراق، وكل من شارك بها يوم القيامة الله يحاسبه. هالدرجة هاي؟ إحنا نخوف صغار نقول الله يذبك بالنار. والله أنا أقول لهم الله يضاحي يذبكم بالنار، كل ما انبصم على الولاية الثانية. شلونك زين؟ زين. مثل جولات التراخيص، كل من وقع عليها الله يذبه بالنار. ليش؟ دمرة العراق. شنو احنا نبيع 22 مثلا مليار دولار نفط، 12 من مليار نطيل شركات جولات التراخيص. ليش؟ ما كانت مدروسة بشكل صحيح ابدا، لو كانت مقصودة. انا وعامر عبد الجبار فقط. نعم، انا كنت معارض، وخابرني السيد توقيت. المالكي يسمعني. خابرني العصرية زين، قال خويا باكر اكو اجتماع للجولات التراخيص حتى تشوف الشفافية. قلت له حبيبي انا مو ديوان الرقابة المالية، لن احضر، انا ما وقعت، شلون تخابرني؟ قال مو لازم تحضر توزيع مالية. قلت له ماكو هيك لازم، طيني يا مادة قانونية انا احضر. تم توقيع هذه العقود عن طريق الغفلة والخطأ؟ لو كانت مقصودة بهذه الطريقة. اصل العقد انت اسمح لي لشركة تشتري هذا القلم، شركة أمريكية، شركة صينية، شركة ماليزية، شركة أي شركة تركية. نعم. يشتري هذا القلم اللي أنت تشتريه بربع دولار، يمكن مو لو أقل، بربع دولار تقريبا، هو يسجل عليك بعشرة دولار. جيت الوزارة النقل لقيت يطيرون على الإماراتية والقطرية الصينيين. من جملة هاي مصاريفهم روحتهم كل ثلاثة شهور جاية على العراق، يروحون لازم يركبون على القطرية وما يركبون على العراقية. يا بتعالوا انتوا هناك تدفعون 2700 وتباتون ليلة بقطر كلها على حسابي، حساب اقصد الشعب. تعالوا انا اوديكم 800 دولار روحة وجاية مباشرة للصين. قال لا، لانه تبين هم كل واحد عنده حصة الشركة ما. ف 2700 3000 دولار يدفع للسفر كل 3 شهور حتى يروح ويجي يزور اهله ويتونس ويرجع، وإحنا ندفع أجور نقل ذهابا وإياما. بعضهم مهندسين، رئيس مهندسين يجيب طائرة خاصة، إحنا هم ندفع فلوس. ما كان بالإمكان نستثمر طاقات عراقية، مهندسين شباب على الطائرة. أصلا جريمة. أقول أنا جريمة وصحة جريمة. وللأمانة مستشار رئيس الوزراء الدكتور فاضل محمد جواد كان من المعارض، صوته لا يقل عن صوتي في المعارضة.
هذا مع العلم مستشار، المستشار المالكي مفروض كان يسمعه لم يسمعه. الشهرستاني أصر، مالكي أصر. شنو سبب إصرار الشهرستاني على هذا العقود؟ والله سله أنت ما الله يا حي وقفه يوم القيامة ويوقف كل الحكومة كل من وقع على جولات التراخيص. زين شلون نقول للأطفال إذا تسوي هالشكل الله يذبك بالنار؟ أنا أقول لهم لا، راح يذبكم الله بالنار. زين خلينا استثمر الوقت المتبقي في تصريح سابق لحضرتك وصفت تغييرات وتعديلات وتقليصات العباد إذا جاز التعبير أسميها بالشكلية والورقية لأنها لم تؤطر بقانون، وذكرت على أنه العباد تورط. من اللي ورط العباد بهذه الإصلاحات؟ شوف المالكي العبادي جت فرصة لم تأتي لأي رئيس وزراء. مجلس النواب أنطى صلاحية خولة أن يجري أي تغييرات طيب وأن يدمج الوزارات. أي هذا الدمج اللي انطرح حسة يعني كإعلام طرح إعلامي هو ما رسل الأخ العبادي. زين فهي أنا تحليلي كمراقب عندما يكون هناك فشل وعدم الاستطاعة من الخروج من شرنقة الفشل والفساد شي يسوون؟ هروب إلى أمام. زين ما يصير بالعمل العسكري فهروب إلى أمام، إصلاحات وما إصلاحات ودمج ومدري شنو، ويشغل هالشعب وهذا من الشعب المسكين، مو كله طبعا العراق انفتح باللبن، لكن البعض أنه أكو تغييرات وأكو كذا وأكو جيب وودي، هو أكو شيء ماكو عمل. نعم أخي أنا هاي الحكومة أو ديش الحكومة عندي مشكلة بطالة. أيه. أجي أبني الموازنة، يعني مو عندي راحة وأبني موازنة براحتي. زين. لا الآن أكو عمل استثنائي، هذا العمل الاستثنائي واحد من المقترحات اقترحت على أحد المسؤولين الحكومة السابقة، الحكومة الحالية اللي بعدها قبلها، يا بتعالوا روحوا جيبوا في كل محافظة من الشمال إلى الجنوب ابنوا فد 4-5 مصانع. زين. من ذن السريعة. ايه. وصين موجودة وأوروبا موجودة. طيب روحوا جيبوا أسسوا مصانع، هاي شغل ألف هاي 5000 بكل محافظة تحلك مشكلة وترد تسوي مصانع شوية شوية تسوي منطقة صناعية وهاي نجحت سواها صدام حسين بالسبعين. نعم. وأنا كصناعي نتاج ديش الثورة الصناعية وأسسنا مصنعين، يعني مصنعين ناجحة ونجحنا بيها وما شاء الله الأرباح والشغل والعمل. زين. تركنا التجارة رحنا على الصناعة، بدأوا التجار يتركون شوي، هي الحكومة لازم تفتح أفق. اجوا واخذوا قطعة أرض، احنا سمعنا بسكولاته من بسكولاته فما كان كلها جو وزعوا علينا، خذ هاي القاع خذ هاي القاع خذ طاك القاع صار لك واهز، رحت جبت مكاين اخذت قرض من الحكومة بنينا مصنع في ذلك الوقت. زين في 1970 قيمته بحدود هذه الخطوات ليش ما كانت حاضرة في الحكومات المتعاقبة؟ جيب رجل دولة يعرف يشتغل، جيب رجل أعمال. أقول رجل الدولة أنا مقترحي بدعي الصفحة أقرأها نشرتها وأخذوها كثير مسؤولين دزيتها للمراجع المختصين. أي. يا بتعالوا لا تجيبون أي سياسي، جيبوا رجل أعمال على رأس الحكومة. جيبوا رجل أعمال على الوزارة سين وصاد هذا يلا يحل. بس جاوبنا حتى ننتقل للسؤال الأخير لأن الوقت محصور جدا، من اللي ورط العبادي بهذه الإصلاحات؟ لا العبادي هروب إلى أمام. برغبته بإرادته؟ لا هروب إلى أمام، ماكو حل فكون يسوي فد شيء على أساس هذا هو إنتاج ويبهر الناس والإعلام هم يلتهي به. وأكو ناس قشامر وأكو ناس فتحة باللبن. حزب الدعوة راح يرجع يحكم العراق مرة ثانية؟ لن يعود. لن يعود؟ بشكل قاطع؟ أقول مو أنا قلت لن يعود ما قلت لم. أي. لن يعود. زين في بداية التظاهرات تشرين وجهت تحية أنت لشباب ولا زلت وجهت تحية للشباب ولا زلت أيد اسمعنا استخل وأنتقي بهم دخل أكمل وأحكم أنت وجهت تحية للشباب في الوقت اللي كانت فضائيات وأحزاب أصدقائك في الأمس القريب وصفتهم بالتبعية والجوكرية للسفارة الأمريكية. أنا أريد أتحدث بتوجهك، هل هو محاولة لتصحيح مسارك السابق؟ لا له هي مغازلة لهذا هذا الشباب الصالح عام 2008 وقال للمالكي أي جيب كل فضائيات العالم أي وأتحداك أي أنا راح أقول لك إيش قد الاستثمارية أي وجبت السجلات وما قبل يفتح ولا فضائية جاب وتتذكر أنت أي المقابلة أي أي ليش؟ أنا من ذاك الوقت شايل راية المعارضة. زين من 2008 من لغة اللجنة الاقتصادية رفعت راية المعارضة بالبرلمان، رفعت راية المعارضة. ليش الأطراف والأحزاب مختلف الأحزاب والقوى السياسية
أقول كقوة بقرار رسمي قاطعت أو لم تتناغم مع شباب ثورة تشرين؟ غلطانين. أو خلينا نسميها شباب التظاهرات لكي لا تأخذها. هاي مظاهرات أنا ما علي باللي يحرق ويقتل. نعم. هذا أنا ضده. أي عمل تخريبي الحكومة ضده وأنا ضده والقوى الأمنية ضده. زين. بس إحنا شبابنا اللي انباقت فلوسهم. أيه. شبابنا اللي شافوا الفساد والفشل و و و وإلى آخره. وخريجين الكليات قاعدين بالشوارع. طيب. مو عيب؟ بدل ما يحتضن دكتوراه تروح تطيع عربانة يشتغل. هذه الإدارة الفاشلة يجب أن يخرج الشارع ليقول كلمته. طيب. بس مو مع التخريب، ضد التخريب أنا. جيد. توصف بعض القيادات السياسية تحديدا من جيلك على أنها كانت وما زالت نرجسية في التعامل والتعاطي مع قضايا الشعب ومع الشباب عامة الناس. هسه محاولة لكسب الجمهور. هسه ما أتحدث عنه. لست نرجسيا. هسه مو أنت، الآخرين ما كانوا نرجسيين؟ بعضهم نعم. بعضهم؟ بعضهم أم الأغلب؟ بعضهم. لا ما يصير تعمم يعني. أي لا هو الأغلب ليس بالتعميم. لا لا يعني أقول بعضهم. شنو سبب هذا؟ أكو ابن فقر يعني لا شايف ولا فد، مرة صار عنده فلوس فقد السيطرة يعني. أي بما فيهم قيادات سياسية؟ أي نعم فقد السيطرة. أو قسم لا هو من شبابه نرجسي. أي. نرجسي هي نوع من الأخلاق. أي نرجسي شو لذلك ما يتوافقون وما يصير برأسهم خير ولن يروا الخير لا في الدنيا ولا الآخرة. البعض من عندهم قيادات سياسية والآن زعماء لأحزاب. إيه شو سلم لي عليهم. أنا عندي كثير من الأسئلة بس الوقت بعد ما يتحمل. على راحتك. شكرا جزيلا لحضرتك. إن شاء الله نلتقي في مرة سابقة. السيد باقر جبر الزبيدي الأمين العام لحركة إنجاز، شكرا جزيلا لك ولسعة صدرك، والشكر كل الشكر لكم أحبة المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة لحلقة هذا اليوم والجزء الثاني من حقائق مغيبة. على أمل الملتقى في حلقات مقبلة. تحياتي لكم، أنا أحمد العذار، استودعكم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء.